وانا عم فكر حالي محقق كونان بدي اكتشف كيف حالكم؟ اليوم قررت اني اعمل تسريحة شعر جديدة، زي ما انتم ملاحظين في شعرة نازلة هيك. هاي الشعرة هي اللي بتميز الحسام عن باقي البشر، واليوم راح نلعب وبس، يعني المفروض تكون لعبة رعب، فتعالوا نستكشفكم مع بعض. طيب نعمل بلاي، نشوف مين هذا اللي بيحكوا عنه، شو قصدهم؟ في اكتوبر سنة 1984، اليوم الثامن، ليش بحكي بالعكس انا؟ يوم 8 اكتوبر 1984 شفت اعلان في الجريدة عن هاو سيتنج اجوب، ايش يعني؟ اجلس في البيت يعني؟ المهم سنة 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 حكتب لكم بالعربي. المهم احنا كويت ديري نيبرهود، ها؟ وات ديري نيبرهود، لازم الاقي منزل ماكسيمز. هذا شو بيسوي اخونا الحبيب؟ السلام عليكم. كورن فليكس؟ لا هذا كلاب، كلاب مش كورن فليكس. اكسكيوز مي؟ I'm trying to find a house on this street. Could you help me out? مفروض تتكلم انت معي ولا حضرك ساكت هيك؟ انا بستناك ترد يا بني ادم. ما بده يرد. اوه لازم اكبس سكب طلع. Sure, which house are you looking for? I'm looking for Maxime's place. He hired me to look after it while he's away. Maxime, huh? That's interesting. He usually asks me to watch his place. I'm Marko Butsovsky. By the way, Marko Butsovsky? والله تشرفنا صراحة، أنا الحسامو. Nice to meet you, Marko. Can you tell me where is his house? Of course, it's two houses down. Mine's right here, our neighbor Seville in the middle, and then Maxim's place. You can't miss it. استنى شوي. هي منزلين تحت تبعه هنا، هذا منزله هو، وجنبه سافو، وبعدين ماكسيم. ماكسيم اخر واحد يعني، بدهاش علم. Thank you, Marko. Appreciate. No problem. Now, if you excuse me, I just got a whole automation system in the mail. I'm really excited. Okay, مبروك. شو اسوي لك يعني؟ Well, it's supposed to make life a whole lot easier. You know, controlling the lights and pressure, even the security system. Pretty cool stuff, huh? Wow, رهيب جدا. ليش قررت تجيبها؟ Partially because of the recent disappearance happening around here. But mainly because our neighbors have got one and I won't stop raving about it. تحب تقلد الناس انت يعني. He left for vacation right after installing it. Said it has built in several surveillance systems and all. So he wanted to keep an eye on the things while he's away. Well, I hope you enjoy setting it up. Thanks again for the directions, Marko. خلاص بكفي نحكي احنا. خلاص اللعبة كلها راحت واحنا بنحكي بس انا وانت. اوكي اوكي يلا روح باي. نروح عند مين مسكين؟ بدي اروح عند مسكين. وين مسكين عايش؟ هذا بيت سافو اللي هي مركب كاميرات. اسم شركة المراقبة كلاب، كلاب يعني هدول الكلاب هم اللي بقتلوا الناس. كلاب عاملين شركة كلاب. هذا هو منزل ماسكين. ايش هذا؟ عم باخذ الزبالة. وي سكر. عندي ايدين. ليش ما طلعوش فوق ايدي؟ هي هي تعال يا مسكين نشوف. بدنا نراقب بيت مسكين. احنا مهمتنا انه نراقب مسكين. هو حكى انه المفاتيح ستكون بالخلف. طيب يا مسكين فلاورز بوت في المزهريه. وين المزهريه؟ وين المزهريات؟ اها هذه هي المزهريه. يعني حاطط لي اياها هيك عيني عينك، يعني اكيد الناس حتشوفه يعني. بسم الله. اها فتح الباب. اوكي لازم انا افتحه هيك. اوكي انه عتمه شوي، مش شايفين اشي. هلو مين يضوي الضو؟ مين ضو الضو؟ يمكن هذا ضوء ذكي. طيب لازم نلاقي هلا الملاحظة على ثلاجة. هاي ثلاجة واحنا في طبعا دعبة رعب. شو حيكون فيها؟ بيتزا. بس هذا حط كورن فليكس. حط كورن فليكس يا جماعة، أنا بحبك. طيب نرجع على الثلاجة نشوف شو الورقة. Hey, thanks for house sitting. Please make sure to شيك على الرسائل. اس الزريعة. ارمي الزبالة وحرف كيو بضوي بطفي الإضاءة في الغرف، وبس تخلص روح كل. أشكرك. أوكي لازم ألفلف في البيت، أخذ لفة على البيت أشوف شو في غرف وأشياء قبل ما أبدأ أي إشي. طب هاي غرفة. أوه يا ولد هاد بيعمل هيك وبضوي الضو. هذا منزل ذكي. ووو يا لعيب. حبيت. You are smart enough. You are smart people. I love you. Thank you so much for visiting us. اشهد. شكرا. هاي الغرفة شو؟ لا 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 حسيت في حد خطفني اقسم بالله. خف حالي.
طيب احنا هلا في الجراج نستكشف هاي نسقي فيها الزرع. طيب تذكروا انه مكانها في الجراج. هلا خلينا نطلع فوق يا برو. ليش عتمة؟ اوكي ضوينا الضوء. بكلابك هاي ممنوع تدخل هناك، بس احنا هندخل اخر شيء اكيد وحموت فيها. المهم الله عليك. تاب هاو تو كيل هاوس ستر. كيف تقتل جليس المنزل اللي هو احنا؟ مش مشكلة اعتبر حكم ما شفتوه. هاي الصورة عشان هو وقح حرميها. خلينا نشوف باقي الغرف هلا. افتح لي هاي الغرفة. شو هاي؟ غرفة مساج؟ لا لا هاي غرفة حمام الاعلى الفوق. في عنا بطة. بطة بطة اوكي خذها معي هاي انا حبيتها. اقول لك خلص حطها بال. المهم مش بيتنا يعني عادي نسوي بدنا اياه. طيب افتح لي هذا الباب. هذا الغرفة الاخيرة. هذه الغرفة. لا ايش هاي؟ المنزل شكله تمام. خلينا ننزل نشوف نخلص مهامنا. بس استنى 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 شو 300 جمب سكير ايديا. 300 طريقة للتخويف. فك حاله زكي وحيخوفنا. وهاي برضو كتاب هورور 101 تعليم الرعب. يا عمي انت شو مفكر لي حالك؟ تعال نشوف. ممنوع الدخول. مسكر اوكي. انا بدي اشوف انت شو تعلمت من التخويف هدول تعاونك. تعال فرجيني فرجيني مهاراتك كلها، كل اللي تعلمته. افتح بحكي نشوف. اول قاعدة بالرعب انا اعلمك اياها، ما تخوف اللاعب من اول اشي. او لا صراحة اخوفه من اول دقيقة عشان ما حيكون متوقع انه فيها هلأ التخويف. بس مبدئيا انت فشلت باول نقطة يا صاحبي. فشلت. كمل الحلقة معي عشان تتعلم كيف تخوف الناس. طيب عندنا شخص مفقود اسمه كيميكال جاكسون. كمال جاكسون مفقود، عمره 25 سنة، طوله 6 انش. مش من زمان مفقود، صار له 15 يوم بس. طيب هاي اخر مرة شافوه فيها وبس. استنى 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 هذا زي هذا جليس منزل ومفقود. استنى شوي. اوكي هلا بدنا نروح نسقي الزرع، ما ينفعش نسيبهم يموتوا واحنا موجودين يعني. طب حنسقي الزرع على السريع. احنا قلنا الجراج في جواته تحت المي. هات فيها مي هاي. اوكي احنا اوكي. كيف بدي اسقيه هو هيك ضويلي وانا شو اعمل؟ طيب يا ولد يا لعيب، اقسم بالله ذكي. طب يلا حبيبي ممكن تنسقيه. اوكي خلصت اول واحده. انا حمشي اكب صراحه بكل مكان. يلا شو بدك مره بدي الف عليها انا عشان تنسقي الزريعه. بعدين شو انت معبي بحر جوا هاي ما بتخلص المي ما شاء الله. ثلاثة في عداد. أربعة خمسة. هلا بدنا نكب الزبالة اللي في المطبخ. هلا وين الزبالة؟ الزبالة هنا، ما كانتش قبل شوي هان. مين حطها هان؟ شكل في واحد بيساعدنا. طيب اوكي هاي الزبالة ثقيلة جدا وفيها عظام خارجة منها. وانا مفكر حالي محقق كونان بدي اكتشف. مين انت يا محترم؟ يا مش محترم. اوكي انت خوفت اهلي. انا الاستاذ ريستولينو فيدرال انستيجيتر بورينو. اي نيد تو اسك يو فيو كويستشنينو. عليك وعلى اسئلتك اللي زي وجهك هدول. طلع بمخارك اكبر من مخاري اصلا. طيب شو بدك؟ There have been reports of disturbances in this area. Disappearance is a strange phenomena. We are conducting an investigation. انفستيجيت يا حبيبي. طيب انا بس عم بطلع الزباله برا. هل انت متاكد؟ قصدي are you sure we have reason to believe there is more to this neighborhood than meet the eyes. انا كل حكيته غلط صح؟ صح 100%. انا بس باخذ زباله برا. انت عارف يعني زي وجهك الزباله. Alright but keep your eyes and ears open. We need to get the bottom of this. طيب حاضر شكرا يا استاذ محقق. باي باي. No problemo. Stay safe out there. طب روح بسرعه زي ما جيت بسرعه زي الزومبي هيك طالع لي. هاي هاي مات. هاي رميت عليك الزباله بس انا. لا 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 يا جماعه والله مش والله ما دخلني انا. انا بس رميت انا كنت بمزح معه. رميت زباله بس انا. حطيته بالزباله. هي انا القاتل؟ انا القاتل تبع هذه المنطقه؟ استنى 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 في واحد ثاني بالزباله نحط هذا بالزباله معه. انا اسف انا اسف. انا شو عمل فيه هذا الرجال بالزباله توسعش. تعال نحط زباله الجار. بيو بيو. بدي العب لعبه. نفتح هاي الزبالة ناخذ هاي. اوكي بدي ادخلها من بعيد. تتحدوني؟ بسم الله.
من اول مرة خش منيح يا زلمة خش. اوكي ما لناش دخل، مش تبعنا هذا. هلا بدنا ناكل. هو حكى اها 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 في واحد زقف، في واحد زقف جوا البيت، في تحدي تزقيف بيني وبينه. اوكي بطل يشتغل الضوء. اوكي اشتغل الضوء. مين انت اللي بتزقف ببيتي؟ شو هاي؟ How to be a mysterious، كيف تكون قاتل غامض؟ اول اشي جيب بيتزا طبعا. بيتزا مفتوحة ليش؟ هاي احنا بنشربهاش على الزبالة. شو في كمان عندنا هان؟ Elements of fear. يا صاحبي لا استنى، صار لازم اطلع اتاكد فوق. انا بدي اكل، انا بدي اكل. امام ربك طعميني، امام ربك، امام ربك. كورنفليكس كورنفليكس. هاي البيتزا هذيك هي اللي كانت هاي على الطاوله. هذا القاتل بحب البيتزا. احنا ممكن نصير اصحاب انا وانت. تعال نشوف ايش هاي. فاتورتي 97 دولار عشان اخلي البيت على التزقيف شغال. هدول هم عملوا لنا بيتنا على نظام التزقيف الذكي. وينه؟ اتوقع بالغرفه هاي. ايوه ايوه ممنوع الدخول، لسه مسكرة. طب وين انت؟ وين هو؟ اي غرفة؟ لازم اتأكد، لازم افتح الغرف كلها. لا يا اخي افتح خلصني. هاي مين سكر الضوء هذا؟ انا يمكن. هذا الباب اوكي بسم الله. على اغلب الباب الاخير هو اللي حيكون فيه رعب. بيو ما في اشي، انا نعسان. لازم اخذ اشي اكله واروح انام. اها كورنفليكس كورنفليكس. لازم احط الكورنفليكس على التخت فوق. طيب اها سكر لي باب منيح لو سمحت، احنا عشان ما بنحب الازعاج. اوكي تلفزيون، شغلي تلفزيون. فيلم رعب. هي حلوه المسرحيه. ووهو انا بزقف قاعد. بدي اكل بدي اكل. لا نمت. هلا حنصحى ونلاقي حلا مقطعين على الاغلب. هي وين ريموتي؟ الذي يحصل؟ انا ما شفت الساعه قبل ما انام، كم كانت؟ شفته ولا شفته؟ طيب لازم نتوقع نقوم نصحى. ما هذا؟ ماذا هذا الذي يحصل؟ لقد فتحت الغرفه. هذا بيفتح لحاله قاعد صح؟ وين البطة تبعتي؟ يعني انت حرامي وجاي تسرق البطات؟ لا يعني صراحة هيك هيك قلة أدب اسمها. البطات عجبوني أنا، ليش أخذتهم؟ ايش هذا؟ ما الذي يحصل؟ بطة هي هي البطة. أوكي هيك أنا مسامحك صراحة يعني. شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ ما الذي يحصل هنا؟ تعال يا بطة خلصيني، روحي هناك. كأنه الضوء سكر برا مش مشكلة. خلينا بس نشوف هان شو عم بصير. هذا نظام التصفيق. طب خلينا ناخذ البطة هاي عشان تحافظ على سلامتنا. تعالي شوي علي انت. اربي اربي اربي. ايوه اقسم بالله اذا بتعمل لي شيء برمي عليك البطة والله. بطة استنى شوي. هي عم بلعب معي هذا رابر داكي. بحب البطة انا صراحة. شو شو في؟ شو في يا صاحبي يا عمو؟ هاي شيت لازم اركض لازم اركض. خدعني خدعني خدعني. بطة يركض بطة يركض. افتح افتح. لا هاي ادو الضو ولا يا غشاش ما تزقف بس انا بزقف. شو عمل شو عمل؟ ليش اللاي مضوية؟ كسرت الازاز. اوكي وينه وينه؟ هاد جاي وراي. اوكي ما بخوف الموضوع عادي يعني. ما الذي يحصل هذا؟ لازم اهرب من هنا باسرع وقت. اوكي اروح عند هذا جارنا. طبعا هذا انا احنا قتلناه يعني اول ما بالغلط فمش حدا رح. اسمع لو سمحت حبيبي. وين اخذ الرجال؟ كنت بدي احكي له. خلصوا على هذا بعدين اجوا خلصوا علي. ها شفته والله، اتوقع راح يجي عندي كمان هلا.
ما بعرف صراحة. بدي اروح بس بعيد انا. هربنا. خلص. لا 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 عادي. ظليت اركض لغاية ما وصلت على اقرب شرطة. وبعد التحقيق اكتشفوا انه ماركو كان ميت في منزله. وماكسيم مسكين قصدي صاحبي هذا كان بالزبالة. جنب هذاك صاحبنا اللي احنا حطيناه بالغلط. المهم لقوا صاحب البيت انا كنت بحرسه في الزبالة ولو سافوا برضو اختفى. وبرضه ما حد لقى وين جسمه. وبعد كل التحقيق والاشياء اللي صارت ما لقوا اي وجود للوحش والقضيه ما انحلت وساب الموضوع غير محلول وخلص اللعبه. طيب هيك بكون خلصنا اللعبه صراحة ممتعة، إن شاء الله تكون عجبتكم أنتو. تقولوا بالتعليقات شو عندكم ألعاب جديدة حابين نلعبها، وإحضروا دور الفيديو هنا بشوفكم بالفيديو الجاي.